مساء الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ محمد صلاح معاكم. بس بدي افرجيكم هيك من طريقه كيف ممكن اعلم الكلب يقعد وبعض الملاحظات هيك من عني على اللي بشوفه وعلى اللي بسمعه. معانا طبعا ديزل، كلب فراسه 4 شهور، جيرمان وير هير، عمره 3 شهور. طبعا ديزل عنده خلفية كيف يقعد، بس انا بدي افرجيكم كيف ممكن نعلمه يقعد باكثر من طريقة. ممكن نستخدم طريقة المكافأة، ممكن نستخدم من غير مكافأة بس نطبطب على الكلب، نحكي له برافو، بيج بوي. ممكن نستخدم حبل، ممكن نستخدم نشاط الكهرباء، بس انا ما بفضل هذا الاشي لكلب عمره 3 شهور. تمام، راح افرجيكم طريقتين سهلات. واي استفسار بدكم اياه ممكن باي وقت تسالوا على بالتعليقات او تبعثوا لي مسج على الماسنجر. طبعا التريت لازم يكون معك. الكلب بالعاده بيكون يلعب ويتنطنط حواليك، مش سهل انه يقعد من اول مره. ممكن بس تحط التريت بايدك تشم اياها، هو بطبيعه الحال بده يحاول ياخذها، بس يصير في المكان اللي انت بدك اياه مناسب. يصير بالعاده خليه يكون دائما قدامك، بس مرق ايدك فوق راسه بقعد الكلب. ديزل قاعد الكلب، بس يقعد بس ينط ما بعطيه الا وهو قاعد. ديزل يلا ديزل، ست ست، برافو برافو، جود بوي جود بوي. يلا هاي ديزل كمان مرة، راح نخليه يقعد. يلا ديزل ست. طبعا لانه هو ماخذ على الامر وعارف شو الامر، بيستجيب بسرعة. بالعادة الكلب بيلعب وبحاول يطلع على ايده، بس انت بدك تكون طويل بال شوي وتصبر عليه لحد ما يقعد. بس يقعد تعطيه المكافأة. راح نعيدها كمان مرة، بس حط ايدك فوق راسه هيك، قاعد الكلب راب. مش ضروري يعملها 100% من اول محاولة، مش بالضرورة. برافو ديزل، برافو، جود بوي. في ناس بيحكوا انه تكرار الامر مش كويس، لا، تكرار الامر كويس، بيعلم الكلب وبيحفظ الامر اكثر. ديزل ست، جود بوي. ممكن تستخدم هاي الطريقة مع اي كلب، بس مع الجراو كثير ناجحة، مع الجراو الصغيرة الجديدة على التدريب كثير ناجحة هاي الطريقة. ست جود بوي. يفضل انه يقعد ووجهه لعندك، يعني ست بالطريقة هاي. برافو برافو، جود بوي جود بوي جود بوي. الطريقة الثانية اللي راح افرجيكم اياها ممكن تستخدمها بحبل او ممكن من غير حبل. يكون الحبل مربوط على الرقبة، بإيدك اليمين خلي الرقبة مرفوعة، تضغط عليه بإيدك الشمال. تمام، تحكي له ست لغاية ما يقعد من غير تريت، من غير أي شيء. برافو جود بوي. هاي أفضل مكافأة للكلب، وأنا بفضل هاي الطريقة على طريقة التريت، لأنه بتعود الكلب يأخذ الأمر كأمر، مش يأخذ الأمر عشان يأخذ التريت. تمام، ممكن تأخذ فترة أطول ممكن لا، كل كلب له خصوصيته. ليش بدنا اياه يقعد؟ للشباب اللي بصيدوا حمام وباخذوا معهم كلابهم، ست كثير مهمه، وست للي بحبوا يدربوا طاعه من اهم الاوامر اللي ممكن تبدا فيها هي كبدايه، لحتى الكلب يظل ينتبه عليك، وهو قاعد بكون منتبه عليك، اما وهو يلعب ما راح يكون منتبه او انتباهه لعندك، راح يكون انتباهه باشياء ثانيه. وهو من هون تقدر تبلش باشياء ثانيه، تقدر تبلش بداون، تقدر تبلش بستي، تقدر تبلش بكم من عند ست. مع الايام ومع الزمن الكلب خلص بصير يفهم شو المطلوب منه وشو اللي بدك اياه منه، ممكن غير كمان من غير حكي. تمام، بصير بس تنادي عليه تكون في مكان ما، خلص هو لحاله يجي ويقعد. تمام، تستعجلش على الكلب، طول بالك عليه شوي شوي. بصير اول سنه بدك تعتبرها تدريب، ثاني سنه بدك تصلح الاخطاء، وعلى السنه الثالثه كلبك ان شاء الله بيشتغل. انا بحكي على كلاب الصيد، وللي متفرغ ممكن كلبه
يشتغل معاه بسرعة أكثر من الشخص اللي بيشتغل أو ما عنده وقت يشوف الكلب غير باليوم نص ساعة على ساعة. في ملاحظة أخيرة كمان، عادي لو الكلب بعد شهر أو شهرين وحكيت له ست ما قعد، ما في مشكلة، هذا جرو يعتبر جرو. لو صار عمره سنة وأنت نديت عليه وأجاه بس قلت له ست وما رضي يقعد، عادي بترجع للبيسكس، ترجع للأساسيات، ترجع أنت بتقعده، تضغط عليه هيك بتقول له اقعد ست، الكلمة اللي أنت بدك إياها، ما في أي مشكلة. أب ست، قعد الكلب. الكلب بعده مرحلة التدريب، لو كنت أصور فيديو وما قعد ما عندي مشكلة، وهذا الشيء ما بيحرجني. وحتى لو كنت بالصيد، أنا مبسوط من كلبي، وكلبي ملبي لي حاجياتي، بطخ الطير بروح بجيبه، بصلي على الفرية وبتطير وبطخها وبجيبها، بكون قاعد الحمام بطخ الحمامة بجيبها. إنه ما قعد ما بعيبه مثلا، مش جعبه يقعد. بالنسبة لي الكلب ممتاز كطاعة، لو ما رد علي ما عندي مشكلة، لو ما رد علي هذا إشي مش محرج ولا بزعل لا كمدرب ولا كمالك، تمام. لأنه بالنهاية بعد فترة الكلب لحاله راح يصير يرد علي من أول مرة، مش بعد المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، راح يصير يرد من أول مرة. الكلب بعده بمرحلة التدريب خلينا نحكي مش جاهز 100%، رد بنسبة خلينا نحكي بديش أحكي 90% 80%. لو ما قعد أنا شو ممكن أعمل؟ سهلة بسيطة جدا، ست بضغط عليه هيك عادي، ما في يعني أنا مش شايف مشكلة إنه ما قعد الكلب. حتى لو أنا كنت أصور فيديو مثلا ما في مشكلة إنه الكلب ما قعد، تمام. الكلب قعد ما شاء الله، بقعد قعدة كثير حلوة، بقعد دغري، جري مش فاتحات، جري دغريات، جري خلفيات ممتازات، بقعد هو مرتاح. ما بقعده أنا بكون مفحج هيك وبكون مفحج هيك، لا الكلب عم بقعد براحته لأنه هو عارف كيف يقعد، تمام. ست ما قعد عادي، ست قعد الكلب، تمام. قعد غلط بظبطه، مش بخليك مفحج ومش مرتاح بصير يكرهني ويكره الأمر، لا بريح الكلب بخليه يرتاح بقعدته، خليه دايما مظبوطات دغريات. لا يعني لا تطلب من الكلب فوق طاقته، والمفروض يكون مطيع بس مش ضروري 100%، مش ضروري 100%. بس يصير عمر الكلب يعني بس يصير الكلب بعمر كويس واعي الكلب، وخلينا نحكي بالغ ماتشور، يصير يقعد ويفهم شو المطلوب منه. اول سنه او سنتين يمكن ما يقعد 100%، يمكن ما يقعد 100% عادي ما في مشكله لو ما قعد، بس بعد السنه الثانيه بصير يقعد كويس وبصير يعرف شو يطلب، بما انه بينزل على الصيد وبيطلع وبروح وبيجي وصاحبه بكرر الاوامر عليه وبيشتغل معاه دائما، بصير يشتغل. كل ما اشتغلت اكثر مع الكلب كل ما صار يشتغل معك احسن، تمام. وشكرا، يعطيك العافيه.